سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم. الجولة الخامسة من البطولة التونسية في مرحلة التتويج، البارح مقابلة واليوم مقابلة. نرجع على مقابلة البارح والنتيجة بين الاتحاد المنستير والنادي الرياضي الصفاقسي، واحد بلاش للاتحاد في مقابلة لعبت في بن جنات. 3 نقاط جديدة للاتحاد المنستيري، جت بونتو يوسف أمارو بضربة جزاء في الدقيقة 59، انتصار هذا يخلي الاتحاد في المركز الثاني 12 نقطة، يقترب أكثر من الترجي الرياضي التونسي. تنقص مقابلة غدوة مع اتحاد بن قردان في المركز الثالث 7 نقاط. اليوم الكلاسيكو، اليوم قمة الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، بداية من الأربعة في رادس، النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي الإفريقي اللي عنده 7 نقاط موجود في المركز الرابع، النجم الرياضي الساحلي ب5 نقاط موجود في المركز الخامس. النادي الإفريقي جاي من هزيمة مع الاساسيس، النجم الرياضي الساحلي جاي من هزيمة زادة مع الترجي الرياضي التونسي، دونك الانتصار فقط يخلي الزوز فرق قراب من كوكبة الطليعة، زادة كيف يخليهم يديروا كل هزيمة في الجولة الأخيرة. ماتش يزفروا صادق السالمي، حكم الفار هو محرز المالكي. الأربعة الكلاسيكو بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب المرحوم حماد العقربي برادس، مقابلة تتعدى على قناة الكأس القطرية. غدوة مقابلة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي في رادس. اتحاد بن قردان نعرفه هو اللي يستضيف، وعملية بيع على تذاكر مازالت متواصلة في جيشيات زويتن والبارك بيل، أسوام 10, 12, 20, 30, و50 دينار. إذا نحكيه على أخبار الزوز فرق اليوم، التحذيرات توفى بالنسبة للزوز فرق للمقابلة متاع غدوة، لكن زادة نحكيه على المستوى الإداري. اتحاد بن قردان هشام بن بلقاسم الرئيس في الفريق قدم استقالته بصفة رسمية البارح من رئاسة اتحاد بن قردان دون كشف الأسباب اللي خليته يبعد من مهامه. نعم، نطلع على ملعبيتنا خارج تونس في البطولات العربية. البطولات العربية كما الإمارات كما مصر، نبدأ بالإمارات. فراس بالعربي سجل ثنائية مركز دوبلي البارح مع فريق عجمان، ربح الوصل في الجولة 24 من بطولة الإمارات 4-2، تألق ملحوظ ولافت الفراس بالعربي البارح، زوز بونتويت في 14 و33 دقيقة، زاد دوز أسيست في المقابلة هذه. ماتش كبير كما قلنا، ولعب ماتش كامل فراس بالعربي البارح مع فريقه، مركز 10 أهداف حتى تو في البطولة إذا نحسب الدوبلي متاع البارح، 10 أهداف لفراس بن عربي في البطولة الإماراتية، وموجود في المركز السادس في ترتيب الهدافين. في مصر أيمن الصفاقسي هداف زاد مع فيوتشر فريقه اللي ربح الاتحاد السكندري 4-3 في البطولة المحلية المصرية. أيمن الصفاقسي سجل الهدف الثالث لفريقه في دقيقة 39، عنده 6 بونتويت حتى التوا في رصيده في البطولة المصرية. نكملوا بالبطولة المصرية، وحمزة المثلوثي البارح تعرض الإصابة للأسف في مقابلة فريق الزمالك ضد طلائع الجيش، لهنا نحكيه على إصابة جت في دقيقة 41 خليته يخرج من الملعب ما كملش المقابلة، لكن طبيب الزمالك والحمد لله يأكد بعد المقابلة أن إصابة المثلوثي ماهيش اختيرة، إصابة على مستوى الشوفي متاعه، مدة غيابه ماهيش باش تكون طويلة على الميادين. هنرجع نحكيه شوية على الأجواء في تونس، لكن نحكيه على الهوند وديربي الهوند والفينال نتاع الهوند وأحداثه اللي كثر عليها الكريم وكثر عليها التعليق. وانتو كا فما البارحة لفت نقوله الحمد لله باهية، تخلينا نفرح وكي نحكيه عليها بالكلمة بالحرف. زيارة من وفد الترجي اللي يقوده البارحة قيس عطية رئيس وفد أو رئيس فرع كرة اليد في الفريق لمحب النادي الفريق اللي تضرب بالباراشوت وقتها في ديربي الهوند في رادس. وفما زيارة زاد البارح الوفد من النادي الفريق يقود يوسف العلمي رئيس الفريق لمحب الترجي اللي تضرب زاد بالباراشوت في نفس النهائي. وانتو كا بيدرة كيما هذه ما تنجم كان تخفف من التونسيون اللي قاعدين نعيشوا فيها مؤخرا في المدة الأخيرة في رياضتنا، ونقولوا احنا ديما بيدرة تذكر فتشكر. نكملوا بالكرة في أوروبا بين البارح واليوم، ليفربول البارح يخلي التشويق الأقصى حد الآخر ريامات وآخر لحظات البطولة الإنجليزية، بما أنه البارح في المقابلة متأخرة ربح قدام شكون؟ قدام ساوثامبتون 2-1، رغم أنه كان متأخر في نتيجة 1-0، وبالتالي يكمل الملاحقة، يولي ديما موجود في الملاحقة للسيتي. السيتي عنده 90 نقطة، بعيد نقطة واحدة على ليفربول موجود في المركز الثاني ب 89 نقطة، دونك نقطة بينات الزوز. الجولة الأخيرة نهار الأحد إن شاء الله، ليفربول مع وولفرهامبتون ومانشستر سيتي يلعب مع أستون فيلا. نكملوا دونك مدامنا في الأوروبا، نكملوا بالأوروبا ليغ. النهائي اليوم الثمانية، مقابلة كبيرة تستنى فينا في سيفي، بداية من الثمانية متاع الليل نعاود نذكر إنترخت فرانكفورت الألماني مع غلاسكو رانجرز من اسكتلندا. فرانكفورت مع رانجرز بداية من الثمانية متاع الليل، نهائي أوروبا ليغ. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على www.mosaikafm.net.